يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عددا من المساجد في محافظة بني سويف، كما التقي أيضا قيادات الدعوة هناك للوقوف على آخر التطورات. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بني سويف مراسل النيل وليد هيكل. وليد، لك التحية، وما تفاصيل الافتتاحات في بني سويف اليوم؟ نعم عاصم، بالفعل كما ذكرت الآن في الخبر، نتابع معكم عبر شاشة النيل للأخبار افتتاح عدد ثلاث مساجد جديدة هنا على أرض محافظة بني سويف بمناسبة العيد القومي الذي يتزامن شهر مارس من كل عام، تخليدا لشعب بني سويف الذين أيدوا ثورة 19 بقيادة الزعيم الوطني سعد زغلول. ثلاث مساجد جديدة عاصم تأتي هنا على أرض محافظة بني سويف، إحدى محافظات الصعيد، ما ينم عن تنمية بالفعل شاملة توليها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية لمحافظات الصعيد بصفة خاصة. مزيد عن هذه الافتتاحات والعيد القومي لمحافظة بني سويف ينضم معنا الآن معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. سيادة الوزير، ثلاث مساجد جديدة على أرض محافظة بني سويف ليبلغ العدد 75 مسجدا حتى الآن في محافظة بني سويف وحدها، كذلك أكثر من 1100 مسجد على مستوى محافظات الجمهورية منذ شهر سبتمبر عام 2020 وحتى الآن، دلالة ذلك وأهمية تنمية الصعيد خلال الفترة الحالية. بداية أهنئ معالي الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف وأهالي محافظة بني سويف التي أشعر بالانتماء إليها بالعيد القومي للمحافظة. هذا العيد الذي يمثل ملحمة وطنية في الولاء والانتماء الوطني لأهالي بني سويف في الوقوف إلى صف الوطن في مواجهة المحتل أو المستعمر الغاشم. أما مسألة افتتاح المساجد، فبالفعل هنا اليوم يتم افتتاح ثلاثة مساجد جديدة ليبلغ إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر في 7 أشهر 75 مسجدا، أي بواقع أكثر من 10 مساجد شهريا، اي بما يزيد على 3 مساجد يوميا، وده الحقيقه رقم غير موجود الحقيقه، ونقله نوعيه في الاهتمام بالقرى والمدن والنجوع. وان شاء الله مع اطلاق سياده الرئيس لمبادره حياه كريمه يتم مضاعفه الجهد في القرى والنجوع والمناطق الريفيه المستهدفه. كما ذكرت يبلغ اجمالي المساجد التي تم افتتاحها من اول سبتمبر حتى اليوم اكثر من 1100 مسجد، منها أكثر من 1050 مسجد إحلالا وتجديدا أو بناء جديدا، وأكثر من 50 مسجد صيانة. دي أرقام غير مسبوقة، بمعدل 5 مساجد يوميا على الأقل. الحقيقة ده نقلة كبيرة جدا. نحن مقبلون على هذا الشهر الفضيل، اجتمعنا اليوم مع الأئمة، أكدنا وبنأكد على كل أهالينا والناس الالتزام بالإجراءات الوقائية. احنا حريصين على استمرار فتح المساجد، لكن من يحب بيت الله عليه ان يجتهد في الالتزام بالاجراءات، بالكمامه، بالمصلى، باجراءات التباعد، ولا يجوز طاعه الله عز وجل باذى الخلق. مره اخرى بنهنئ محافظه بني سويف، واحنا كمان شغالين مع جامعه بني سويف، عملنا 3 دورات تدريبيه للائمه في سياق البروتوكولات التي وقعتها الوزاره مع الجامعات المصريه. مره اخرى بنهنئ وبنشكر الدكتور محمد محافظ بني سويف على هذه الدعوه الكريمه، وبنتمنى له وللمحافظه كل التوفيق، مستقبل زاهر، اضافه طبعا الى ان ما شاهدناه وما يذاع وما يبث وما يحدث على ارض بني سويف نقله نوعيه في كل المجالات، في الصناعه، في التطوير، في البنيه التحتيه، تتحدث عنها سياده المحافظ. شكرا. كل شكر حضرتك سياده وزير الاوقاف. وبالانتقال للحديث مع الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وكما ذكر معالي وزير الاوقاف عن مبادره حياه كريمه، فدعني اسال سيادتك سياده محافظ بني سويف، مبادره حياه كريمه ويعني اهتمام السيد رئيس الجمهوريه بالتنميه في ريف مصر خاصه في محافظات الصعيد، كم بلغ عدد القرى الان في محافظه بني سويف في ظل مبادرة حياة كريمة، وما هي أهم الخطوات التي اتخذت في ذلك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وأحب الأول أقول للأهل بني سويف، أقول للأهل مصر كلهم كل عام وأنتم بخير ودائما في تقدم ورخاء. وبنشكر معالي الوزير على مشاركته لبني سويف احتفالاتها بالعيد القومي. بالنسبة لمبادرة حياة كريمة، بني سويف كانت محظوظة أن تم إدراج مركزين، هما مركزي ناصر وبيبة، في المبادرة حياة كريمة تحت إشراف فخامة الرئيس مباشرة وبتوجيهاته. الحمد لله نقدر نقول خلال الفترة القليلة الماضية اشتغلنا بشكل قوي جدا على الأرض علشان خاطر نعرف الناس ما هي هذه المبادرة، بل وبدأ العمل بالفعل في عدد من المشروعات زي المدارس
وزي محطات الرفع ومحطات الصرف الصحي. هو ده اللي هيغير حياه الناس الى الافضل، هو ده الهدف اللي فخامه الرئيس اتكلم عليه، ان احنا هندخل الريف بشكل ومش هنخرج منه غير وهو حالته افضل بكتير. كل شكر لحضرتك سياده محافظه بني سويف، ودائما بالتوفيق لكل اهالي محافظه بني سويف في عيدهم القومي. اذا بالفعل زميلي العزيز عاصم، حياه كريمه ينادي بها السيد رئيس الجمهوريه لكل محافظات الجمهوريه خلال الفتره الحاليه، وتعاون مثمر بين وزاره الاوقاف ومحافظه بني سويف في انشاء واحلال وتجديد المساجد خلال الفتره الحاليه.